بالتأكيد يعني في الخليج العربي في عدد كبير جدا من الجاليات المصرية، ولكن أكبر جالية مصرية مش بس في دول مجلس التعاون الخليجي، لا ده في الخارج قاطبة، هي الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. الجالية دي يمكن هتلاقي فيها أعداد كبيرة جدا شاركت في التصويت في سباق الانتخابات الرئاسية، وخصوصا أن السفارة المصرية وفرت لهم كل الإجراءات الممكنة من أجل تسهيل سبل التصويت. معنا على التليفون الدكتور نشأت عبد العليم، المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور على مصر وأهل مصر من المملكة العربية السعودية بالرياض. دكتور، لما نتكلم عن أبرز المشاهد اللي لفتت نظرك في ماراثون انتخابات الرئاسية للمصريين في السعودية. ده ماراثون وعرس كبير بالفعل، نوجه فيه الشكر للسفارة المصرية في المقام الأول للمجهود اللي عملته في السفارة المصرية في الرياض والقائمين عليها لتسهيل كل العقبات وتذليلها، وجود محطات رئيسية قبل الانتخابات وقبل بدء الانتخابات، وفي الوعي والإرشاد بالتنسيق مع وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، واللجنة العليا للانتخابات، الهيئة العليا للانتخابات، للترشيد ووعي المصريين في المملكة العربية السعودية والرياض. والمعروف ان المملكة العربية السعودية من اكبر الجاليات في الوطن العربي بل في العالم كله، تتجاوز 2,800,000 نسمة تقريبا. تم عمل غرف عمليات مكبرة لعملية الوعي والإرشاد. كان في عرس فعلا كبير ناتج عن ما حدث من توافد الأعداد من القسيم لأكثر من 7 أو 8 أتوبيسات خلال اليومين الماضيين، ولسه النهاردة اليوم الثالث، وتوافد من المنطقة الشرقية أكثر من 8 أتوبيسات. دي أتوبيسات مجمعة من أبناء الجالية بالتعاون مع السفارة ذهابا وإيابا مجانا، بخلاف العوائل والأسر المصرية والبهجة الجميلة. لأول مرة نرى مشاركة بنسبة تتجاوز 40% من المشاركين شباب. شباب يتراوح أعمارهم من 25 سنة إلى 35 أو 38 سنة. ذوي الهمم نشكرهم رغم ما فيهم، والسفارة وفرت ليهم سبل للراحة والتعزيز. من أول ما بينزل من الباص أو من سيارته بيتنقل من خلال كرسي، ومن المتطوعين من أبناء الجالية المصرية المتطوعين مع السفارة إلى داخل اللجنة في سرعة وفي أمان وفي تقنية وفي حب وود. الجميع يريد أن يرى العالم صورة مصر الحقيقية، حتى يعرفون من هم جنود أو جيش مصر الثاني. هم المغتربون. جيش مصر الثاني بيدي رسالة للعالم كله، هي دي مصر، هم دول شباب مصر وشيوخ ونساء مصر. طيب بالتأكيد كان في يعني تمهيد قبل كده من قبل وزارة الهجرة، يعني من خلال عدد من الفعاليات اللي حشدت لهذا الجمع الغفير، قدرت من خلاله انه هي توصل الرسائل السياسيه الخاصه بالسباق الانتخابي. كلمنا عن جهود وزاره الهجره، عملت ايه من قبل كده، وازاي قدرت ان هي تساعد على نزول المصريين في هذا السباق الانتخابي؟ طبعا العشر سنوات الاخيره وتفعيل دور وزاره الهجره ووجودها وقيامها بفعلا بالنظر الى المصريين بالخارج ومعرفة ما هي متطلباتهم، ما هم يحتاجون، هم جزء ونسيج لا يتجزأ من الوطن الأم مصر. أيا من ذهب ليتغرب له بعض المطالب، وزارة الهجرة ساعدت بالفعل على تحقيق مبادرات زي مبادرة السيارات، مبادرة التجنيد، مبادرة ابني بيتك، بيت الوطن. كل هذه المبادرات جعلت ان المصري بالخارج يرى ان الحكومه والوزاره الهجره بدات تنظر اليه وتسهل له العديد. ده اللي زود الوعي. معالي الوزيره لما قامت برحله وجوله مكوكيه حول العالم كله مش من المملكه العربيه السعوديه بس، وقعدت مع ابناء الجاليات المصريه، ايه طلباتكم؟ احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين مصر فين؟ معالي الوزيره لما بتعمل كول كونفرنس واجتماعات مجمعه مع الجاليات بمثابة كل أسبوع، أو وزارة الهجرة كل أسبوع بتعمل
مع الشباب مع الشيوخ مع النساء، حسسك او حسس الجميع انت جزء من الوطن. اي مغرض او اي كيان من كيانات الشر يقول عكس ذلك، لا، بالصوره واضحه، بالمنطق واضحه، بالفعل على ارض الواقع واضحه. اكيد، واحنا شايفين ده يمكن معاكم ومتابعينه بشده. يعني كل الشكر ليك وللجاليه المصريه الموجوده في السعوديه اللي حرصت كل الحرص انها تتواجد في اماكن اقتراع او في اماكن الاقتراع بصفه عامه. كل شكر ليك الدكتور نشأت عبد العليم المستشار القانوني للجاليه المصريه بالسعوديه، شكرا جزيلا ليك.